شبرن علي عند السوبر ماركت يقول لي ملاكين حي هنا جنب الحسبة، حطيتها بكني قلت له مع السلامة قبل ما اشوف شو حالي. وين السوبر ماركت؟ لا يا حاج يا ابو عيال سمعنا يا جماعه شو وين يا زلمه ايش مخيفه هاي شو لا لا مش سامع لا يا زلمه سامع بطلع اذا مش سامع هاي رقطه بقلاويه مش سامع جاب غلبناك وجبناك لا عادي انا جيت عشانكم مش مشكله احكي لك تستفيد لا هي مليانه بجوز هاي قلت لك اياها من جنبك هي انا ما جنبك في البوكس عادي لا هي من تشيل بس مش سامعها بلعب لعب انا من حد ما قلت لك كنت انا كنت 99% مش سامع واه الا اذا كانت جايه ب بشيء يعني بوكس كيف تعرف على السريع بدون ما يعني لها منقطات انا يوميا بحضر لك انا بحكي عشان كان منقط بس مش متواصل مش متواصل يعني هذا مش متواصل مع بعض لا يعني مش سامع لا اما لو مواصل مع بعض بس بتعض وجوه عادي بتعض صب للشباب لا بدي اروح انا لا صب لك عصير بدي اروح والله جيت من بتوني صب صب عصير اسئله شوي بلاش ولا شيء سلام يلا اكيد بعد مسكنا الحل هاي طلعت قصدي اعطانا يا الزلمه طلعت مش سامعه في واحد جنني بضل يرن علي حيايا ومش حيايا وهذاك اليوم بكل ماسك 20 حية بتخوت فانا بدي اروح افاجئه في الحيايا شوف شو بصير معه اختي مسكه يلا